فما هو الاستحقاق الذي يفترض أن يترتب على الحشد الشعبي؟ أبسط حقوقهم هي هاي قضية الاستحقاق التقاعدي. أنا في تقديري أنه لازلنا نفتقر إلى الرعاية الاجتماعية، إلى الخدمات التي تقدم لهم، إلى الخدمات الصحية. يعني هل لدينا، لا تقول لي طبيب، تقول لي مستشفيات، بعد نقول الخطوات ونشوف المعترضين والأصوات. يعني الاعتراض، أنا في تقديري الاعتراض عبارة عن عملية سياسية، ومسألة الضرورة والحاجة خلال 48 ساعة التي ارتفعت فيها الأصوات لاستهداف الحشد الشعبي، قصد أطلقت 147 من داعش، ومتوقع أن يدخل إلى العراق من 1200 إلى 1300 داعش إلى العراق. ونعود إلى ضرورة مسك الأرض وضرورة تواجد الثغرات اللي يمسكها الحشد الشعبي كجزء من إدارة استراتيجية ردع أمني وعسكري للبلد.